السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما زلنا نعيش لحظات طيبه في رحاب القران الكريم اطيب الكلام كلام الله رب العالمين وقد وصلنا الى سوره الفرقان. نحن لحد الساعه نسير حسب الاحداث والوقائع ما زلنا في مكه المكرمه. وما زال الاسلام غريبا لكنه في هذه المرحله عند نزول سوره الفرقان بدأ الإسلام يتقوى رويدا رويدا لم يعد فقط العبيد والضعفاء وخدام البيوت هم الذين صاروا مسلمين بل صار عدد من الأثرياء ومن التجار ومن العقلاء ومن أهل الرأي صاروا مسلمين بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحسس أن رقعة أهل الدعوة تتسع. وهنا سوف تنتشر الإشاعات. حرب الإشاعات ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد دعوته وضد أهدافه. وبدأ صراع القيم، صراع التقاليد، صراع الأفكار، صراع المصالح. فكان الناس يحتاجون الى ميزان يزينون به بين الصالح والطالح بين الحق والباطل بين الخير والشر اين هو هذا الميزان هنا انزل الله سبحانه وتعالى سوره الفرقان والفرقان هو الذي يفرق ما بين الحق والباطل يفرق بين الايمان والكفر يفرق بين الخير والشر نزلت هذه الصوره المباركه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اولا كاناس كانت تواسيه وكان يشعر بان الله معه ونزلت ايضا دفاعا عنه وعن دعوته وتاكيدا على صدق نبوته وعلى صدق الرساله المحمديه ثم هذه الصوره سوف تتضمن قضايا كثيره سوف تنقل لنا الصراع، بؤرة الصراع التي كانت ايام زمان وربنا سوف يعطي الادله والبراهين وسوف يصول ويجول بالماضي والحاضر والمستقبل ويتحدث عن الكون وعن مظاهر الخلق الداله على وجوده ويختمها بصفات عباد الرحمن. عباد الرحمن كيف يمكن ان يكونوا من المقربين الى الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نقرأ ونتأمل ونتدبر في كلام الله من سورة الفرقان. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. نكتفي بيد القدر ننظر اليه ونتدبر على امل ان نواصل غدا وبعد غد ان شاء الله تعالى في تفسير هذه السوره المباركه. هذه السوره الفرقان لماذا سميت الفرقان؟ لان كلمه فرقان ذكرت فيها ثلاث مرات. ذكرت في اول السوره وذكرت في اوسطها وذكرت في اخرها وكانها عمود فقري. فالفرقان هو الشيء الذي يفرق بين الحق والباطل بين الخير والشر وتسمى سورة تبارك لأن ربنا عز وجل سيكرر كلمة تبارك في هذه السورة مرات متعددات وفيها سجدة في الآية 60 هناك سجدة لأن ربنا عز وجل سيسر فيها ملكوته وعظمة الدالة على وجوده في أولها قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. راه ممكن ايها الاحبه الكرام هذه الايه الاولى فقط تكون هي موضوع الحلقه وهي طويله جدا وفيها كلام كثير ولكن نبني كلامنا على الاختصار لكي نتمكن من تفسير كل القران في مده معقوله. سنبني كلامنا على الاختصار. ما معنى تبارك؟ أي تقدس تقدس الله تعالى فيها تسبيح وتنزيه لله تعالى وتبارك من البركة بمعنى أن كل ما يرتبط بالله تعالى مرتبط بالبركة فتبارك خاص بالله والخلق نقل عنهم مباركين هناك بيت مبارك فيه الخير لما تدخل إليه تشعر بالطمأنينة والسكينة وتنام في هدوء وتجد فيه البشر والبهجة هناك عمل مبارك تعبه قليل ورزقه كثير هناك بلد مبارك فيه أمان واستقرار وفيه غيت من السماء فيه شعب طيب فيه حكومة متوازنة فيه قيادة راشدة يسمى شعب مبارك دولة مباركة هناك زوج مبارك زوجة مباركة أولاد مباركين فكل شيء ارتبط بالله أخذ منه البركة والله تعالى لا نقول عنه مبارك لأنه أصل البركة، نقول عن الله تعالى تبارك، لأن البركة ممتدة. والبركة عند الله تعالى تكون متواصلة، لأن البركة إذا كانت في فترة زمنية محددة ثم انقطعت لا تسمى بركة. إنسان عنده مثلا وظيفة وعنده فيها أجرة كبيرة. نسميها وظيفه مباركه واجره مباركه اذا كانت متصله فاذا جاء يوم من الايام وتوقفت الاجره وفصل الشخص من العمل لن نسميها مباركه. فمن صفات الشيء المبارك انه يكون ممتدا ولا يكاد ينقطع. وهذا ملاحظ في الانبياء والمرسلين وفي الاولياء المقربين وفي كل من له عنده قلب سليم. تبارك الذي نزل الذي نزل لم يقل أنزل وإنما قال نزل هذه في إيحاء بأن القرآن الكريم يختلف عن بقية الكتب السماوية القرآن الكريم نزله الله تنزيلا بمعنى نزل منجما على قلب النبي الكريم في اللحظة التي نجد مثلا التوراة التي ألقيت على سيدنا موسى ألقيت عليه الألواح كما سبق وأن تعرفنا عليها في سورة الأعراف أن نبي الله موسى لما ذهب إلى جبل طور وكلمه الله تكليما ألقى إليه الألواح فيها تعاليم وإرشادات وأحكام شاملة فلما أخذها وأعطاها لبني إسرائيل رفضوها لأنها كثيرة الله تعالى رحم الأمة الإسلامية ولم ينزل علي القرآن دفعة واحدة وإنما نزله منجما فالقرآن الكريم أنزل في رمضان شهر رمضان الذي انزل في القران وبالضبط نزل في ليله القدر انا انزلناه في ليله القدر نزل دفعه واحده الى السماء الدنيا ثم صار ربنا عز وجل يلقيه منجما مفرقا مقسما حسب الوقائع والاحداث فكانت دائما في الغالب تنزل خمس ايات خمس ايات خمس ايات كانها رساله مساج هذ الايات الخمس تتضمن حكم معين او امر معين او تعليمات او ارشاد معينه فكانت خفيفه على النفس وتقبلها الصحابه من الانصار والمهاجرين وتقبلها اهل الله بكل بساطه فهذا معنى قوله تعالى تبارك الذي نزل ولم يقل انزل لو قال انزل دفعه واحده لكن نزل تنزيلا اي مفرقا مقسما. تبارك الذي نزل الفرقان لم, لم يقل ربنا القران وانما قال الفرقان لان هذه الايه جاءت في هذا الوضع في مكه المكرمه وفي فتره فيها صراع الافكار صراع الاديولوجيات صراع النوايا صراع التقاليد والعادات جاءت لتفرق بين الحق والباطل بين الايمان والكفر فانزل الله القران مفرقا واضحا بينا وكانه حكم وقاض بين الخلق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لم يقل رسوله ولا نبيه ولا على محمد وانما قال على عبده وكلمه عبده هذه هي ارقى مظاهر التشريف والتكريم ربنا اذا اراد ان يكرم خلقا من خلقه وصفه بالعبوديه مقابل الألوهية فإذا كان عبدا لله معنى أنه يعي حقيقة الألوهية وأنه أقرب المقربين إلى الله وهذه العبارة تكررت كثيرا في صور متعددة مثلا في الإسراء والمعراج ماذا قال ربنا عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى بعبده فمقام العبودية مقام عظيم جدا وقال سبحان الذي سبح تسبيح تنزيه أيضا في مطلع سورة الكهف ماذا يقول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبده وسمى بالحمد أبي الحمد فكثير هي المقاطع القرآنية ربنا يبدأ بالذكر سبحانه إما بتبارك وإما سبحان الذي أو الحمد لله دائما في تنزيل الذات الإلهية وتمجيد والذكر وهذا في إيحاء بأن أحب ما يحبه الله من عباده أن يكونوا ذاكرين الذي يفوقك في كل شيء من هو؟ هو الذي يفوقك في الذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتبارك الله الذي يكثر الذكر هذا هو رقم واحد في مجال الخلق كلهم أما من فاتك وسبقك في المال والثروه والسلطه والجاه والشواهد العلميه وفي الشهره او في الاولاد او في كل هذا لا يهم لان كل هذه الاشياء هي الى زوال مده صلاحيتها محدوده وتنتهي الشيء الوحيد الذي ليس له صلاحيه محدوده بل الى ابد الابدين هو الذكر والذكر هذا يسمى غراس الجنه لما يذكر العبد ربه فانه يغرس في الجنه إذا قال سبحان الله يغرس نخله في الجنه ظلها سبع سنه وخيرات كثيره لهذا لا نجد عجبا ان الله تعالى هو ذاته بنفسه العاليه يمجد ذاته ويلهمنا الذكر فهنا قال تبارك الذي نزل فرقان في الكهف قال الحمد لله الذي انزل وفي سبحان الذي اسرى بعبده وهكذا دواليك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين كيف؟ نحن ما زلنا في مكه المكرمه. هل الدعوه الاسلاميه هي دعوه عالميه ام دعوه محليه؟ بعض المستشرقين الذين ينتقدون الاسلام ويبحثون فيه عن عن العيوب ماذا ذكروا؟ قالوا بان حقيقه الدعوه الاسلاميه أنها كانت محلية أن محمد بن عبد الله بدأ كمصلح اجتماعي وكتائر وكقائد على المستوى المحلي في مكة ثم بعد ذلك سوف يهاجر إلى المدينة وبدأ كان سيكون فقط في بلاد العرب كزعيم سياسي في بلاد العرب لكن مع الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى آسيا وإلى الى الصين والى الهند والى الدول البعيده جدا والى العالم المغرب العربي وامتدت هذه والى الاندلس وصلت الى كل مكان قالوا هنالك غيروا المفاهيم وقالوا الدعوه الاسلاميه عالميه هذا مفهوم العالميه لم يتبور عند المسلمين حتى بعد ان شاهدوا الفتوحات وصار عندهم طمع سياسي للنفوذ والسلطه فقالوا الدعوه عالميه ولكن هذا كله كلام مغلوط فالدعوة الإسلامية عالمية من أول يوم سورة الفرقان نزلت في مكة المكرمة والمسلمون مستضعفين في الأرض معظمهم عبيد وخدم وناس سطاء وربنا ينص فيقول ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا منذ البدء وربنا عز وجل يؤكد هذه الحقيقة أن الدعوة الإسلامية غير خاصة بالعرب ولا في منطقة محلية ولا في جزء من الكوكب الأرضي بل هي عالمية ما معنى العالمين؟ العالمين يقولون كل ما سوى الله هو العالمين كان هناك الله سبحانه وتعالى وهناك العالمين وأدخل فيها ما شئت الإنس والجن والحيوان والجماد والنبات والأفلاك والنجوم وكل حركه وسكون كلها تنطبق في مفهوم العالمين فهي ما سوى الله سبحانه وتعالى فسيدنا النبي جاء نذير لان هناك بشر رفضوا دعوه الله رفضوا الايمان رفضوا الصلاح فجاء النبي الكريم نذير فيسمى البشير النذير ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا ربنا عز وجل يعطينا ورقة تعريفية عن ذاته العلية من هو الله فالمشركون قالوا يا محمد نحن نعبد الأصنام نعبد إساف ونائلة وهبل واللات والعزة وأنت تقول إلهك اسمه الله من هو الله من هو فأجاب ربنا عز وجل بهذا هذه الآية كورقه تعريفيه من هو الله؟ قال الذي له ملك السماوات والارض، الله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض وله الملك، هل من احد يدعي انه خلق السماوات والارض؟ هل من احد يدعي ان له ملك السماوات والارض؟ ابدا ما ثبت أحد انه يدعي له الملك للسماوات والارض، قد يكون عنده الملك في بقعه ارضيه في مساحه معينه. يدعيها ثم يموت ويتركها ولكن هل يستطيع احد ان يدعي بانه ملك الشمس والقمر والنجوم كان النمرود في عهد سيدنا ابراهيم قال له انا انا, أنا الاله فقال له ان ان الله يجعل الشمس تشرق من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما استطاع ان يغير حركه النجوم والكواكب هذا النمرود الذي كان في عهد ابراهيم عليه السلام وكان من اقوى الجبابره في التاريخ. سيدنا ابراهيم بذكائه قال ان الله يبعث الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت بهت الذي كفر ولم يستطع الاجاب، الله تعالى يتحكم في دوران الشمس والقمر مع العلم ان المجموعه الشمسيه الشمس والقمر هي عباره عن نقطه صغيره في مجره التبانه. تصوروا معي ايها الاحباب لكي نعي عظمة الخالق الشمس الأرض الأرض أولا نحن 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 نقطة في الكوكب الأرضي والكوكب الأرضي كله نقطة في المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية كلها نقطة في كوكب التبانة وكوكب التبانة نقطة في كواكب شتى حتى قال علماء الفلك هناك ملايين والملايين ملايين الأفلاك والكواكب والنجوم التي لا تعد ولا تحصى بمعنى أن الإنسان لا يظهر عضوة معنى الله أكبر 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 سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شيء في الملك هذا رد على المشركين والطوائف الملحده فكان المشركون قال ربنا ولي له الارض وهناك بعض المسيحيون كانوا يتواجدون في في البقاع العربيه ويعبدون سيدنا المسيح يقولون بان الله تعالى ولد المسيح المسيح ابن الله وطوائف من اليهود يقولون بان العزير ابن الله فربنا يرد عليهم الله تعالى حشى ان يكون له ولد لان لأ الذي له ولد يريد الاستمرار لمن نحن نريد الأولاد نريد أن نستمر سنموت ويخلفون الأولاد وأولادنا يلدون ويخلفهم أولاد هذا معنى قوله تعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا فالإنسان محتاج إلى الأولاد ليرثوه أما الله تعالى فهو الوارث الله لا, لا يورث الله هو الوارث وغير محتاج إلى أولاد ولا إلى ذرية فهو ينفي كلام المسيحيين واليهود الذين ادعوا بان الله تعالى له ابن اليهود قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ربنا ينفي هذا ولم يكن له شريك في الملك مشركو العرب كانوا يعتقدون بان الله موجود، كانت هناك فئه تؤمن بوجود الله لكن تعتقد ان هناك اصنام هي شريكه له فكانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه ومن ملك فكانوا يعتقدون بأن بأن ربنا موجود لكن عنده شركاء الله تعالى يقرر هنا عقيدة التوحيد ما في شركاء الله واحد أحد لم يكن له شريك في الملك وكل من ادعى الشرك مع الله تعالى فعمله مردود وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني كل ما يخطر على بالك ربنا هو الخالقه. الخالق، الخالق انظر الى اعظم ما في الوجود هذه الافلاك وهذه النجوم وانظر الى احقر ما في الوجود الحشرات والدبابات وهذه خلقها الله، هل يستطيع كل علماء العالم ان يخلقوا ذبابه؟ ما يستطيعون رغم التكنولوجيا الحديثه المتطوره ورغم الاختراعات والابتكارات والاكتشافات في عالم البيولوجيا وعالم الفيزياء والكيمياء وعالم الرياضيات وعوالم مختلفه ما يستطيعون نحن الان العالم يواجه فيروس كورونا لحد الساعه على مدار 24 ساعه في روسيا في امريكا في اوروبا في الصين في كوريا في اليابان هناك فرق طبيه عظيمه جدا تشتغل ليل نهار لكي تجد لقاح ل هذا الميكروب الصغير فيروس كورونا وما زال هناك هناك تعثر كبير جدا ولا يبدو انه سوف يقع هناك لقاح اللقاح لا يكون الا بالتوبه والاستغفار والانابه والرجوع الى الله لان الامراض العاديه ربنا خلق الداء وخلق الدواء اي داء سرطان خلق اوجاع اسقام اي مرض داء ربنا خلق له دواء لكن هناك بعض الامراض لا تكون عباره عن امراض عاديه تكون رساله من السماء رفعها لا يكون بلقاح مضاد رفعها يكون بالتوبه والانابه والاستغفار والرجوع الى الله ورفع الظلم عن الخلق واقرار العداله بين الناس والانتظام على شريعه الخالق هنا سوف ينتهي تنتهي الماساه نهائيا فالله تعالى هو الخالق وخلق كل شيء كل ما يخطر على بالك ربنا هو الذي خلقه فقال هذا رد اخر على بعض الفئات كانوا في الصين وفي الهند منذ زمان كانوا يعتقدون بان هناك اله خالق للخير وهناك الهه خالقه للشر فالاسطوره اليونانيه ايام زمان بوتريموس يقول بان اسطوره بوتريموس في الفكر اليوناني يقول بانه خالق الشر وهناك الهه خالقه الخير وهناك اله الحرب واله السلم، واله المطر، واله الزلازل، واله الجمال، واله القبح. هذا كله كلام فارغ، هذه اسطورات وثنيه عند اليونان وعند الاغريق القدماء. لكن القران العظيم كلام رب العالمين يقول وخلق كل شيء. كل ما في الوجود من خير او شر هو الخالق سبحانه. فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدر تقديرا، كل شيء بمقياس، مقياس عظيم. هناك باحث امريكي قام بدراسه غريبه جدا وجدوه يسجد ويطيل السجود قيل له لم تسجد قال بهذه الكلمه فقدره تقدير كل شيء في الوجود له مقاييس محدده الكوكب الارضي قشرته لو زادت عن سمكها ما استطاع الانسان ان يقف عليها ولو نقصت من سمكها ما استطاعت هي ان تقف مستقره وتدور حول نفسها الغلاف الجوي لو زاد قليلا عن عن سبكه لحجب عنا نور الشمس ولو نقص قليلا لما استطاع ان يمسك الاشياء المضره وقس على ذلك دوران البحار والمد والجزر وكل ما في الوجود حتى السمع والبصر وحتى كل ما في الوجود مقدر تقدير بالسنتيم بحيث لو زاد قليل لما لما كان الحياه ممكنه فوق الارض فقط وجدوا القمر الكوكب ديال القمر لانه بعيد عن الجاذبيه الانسان اذا صعد على القمر يبقى فقط سدسه بمعنى ان الانسان اذا كان في 60 كيلوغرام اذا صعد الى القمر صار وزنه عشرة كيلوغرامات لهذا رجال القمر ماذا يفعلون في الفضاء يضعون مواد حديديه لكي يثقلوا وزنهم حتى يثبت على الارض ما يصير ان يثبت لكن الله سبحانه وتعالى نحن في الارض اعطانا جاذبيه في الثبات خلق عظيم جدا حتى البصر السمع كل شيء في الوجود مقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا ربنا عز وجل يتحدث عن ذاته العلية ويعرف بنفسه أنه الخالق ويقرر عقيدة التوحيد نحن أمة لا إله إلا الله نحن أمة الإسلام عندنا ما ليس عند غيرنا نحن عندنا عقيده التوحيد والعالم اليوم محتاج الى فقه جديد والى توعيه جديده لكي يعرف خالقه ويعرف الوجود من حوله ويعرف مصيره. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. ربنا يتعجب يقول ما لهؤلاء الخلق؟ تركوا الخالق عز وجل واتخذوا من دونه الهه وهم يعلمون ان هذه الالهه ضعيفه ما عنده قدره على الخلق ولا على الابتكار ولا على النصر ولا على اي حركه ولا سكون هي ضعيفه جدا هل تستطيع ان تخلق شيء؟ لو اجتمعوا ان يخلقوا ذباب ما خلقوه ولو سلبهم الذباب شيئا ما استنفدوه منه فكل هؤلاء هل هم حمقى أم مغفلين أم ماذا إنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا حتى هذه الآلهة نفسها هذه الآلهة نفسها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع فكيف تنفعك أو تضرك وهذا ينطبق على الآلهة في التاريخ أيام زمان كان آلهة عبارة عن أصنام وأوتان وحجارة وفي كل عصر هناك آلهة في عصرنا هذا مثلا نجد الآلهة هناك من يتشبت بالقبور ويتشبت بالأضرحة ويظن بأن تضر أو تنفع ويلتمس من الشفاء هذا 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 شرك والعياذ بالله لابد أن لا تدعو إلا الله وحده ولا لا شريك له هناك من يعتقد في الآلهة ليس في في القبور وإنما في التحليل المادي التحليل المادي لكل شيء عنده مادية ديالكتيكية أن هي فلسفته هي عقيدته وينكر ما سوى كل هذا وهناك من عنده ايديولوجيات شتى مختلفه والوان وش... وهناك من عنده سياسات يقف عند السياسه التي يعتنق المذهب الفكري والايديولوجي و... وكانه عقيده بالنسبه اليه وهناك من يعبد المال والثروه يعيش من اجلها وهناك من يحب الشهوه ولو كانت حراما اشكال والوان فالناس اشكال والوان لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، هل هؤلاء عقلاء؟ تعبد مخلوق هو أصلا هو لا, لا لا قدره على الخلق ابدا. بعد هذا ربنا عز وجل يبدا فيقرر قضيه اخرى. بعد ان قرر قضيه التوحيد سيقرر المساله الثانيه وهي صدق الرساله المحمديه. الرساله المحمديه هي رساله عالميه وهي رساله صادقه. وكل ما فيها وحي من السماء غير قابل للجدال ولا للنقاش واي اجتهاد لا يكون خارج النص وانما يكون داخل النص فماذا قال ربنا عز وجل حكايه عن المشركين وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا هذه دعوه المشركين لما راوا بان الدعوه الاسلاميه فيها اغراء والناس اصبحوا يقبلون عليها بدات حرب الاشاعات فاجتمع المشركون وقالوا بان كل ما اتى به محمد افك ما معنى الافك هو الكذب هو البهتان افك افتراه اختلقه واعانه عليه قوم اخرون قالوا محمد كان بحاتة كان يبحث وكان رحالة واتصل بأهل الإغريق وأهل الرومان والفرس واليو واليونان واتصل باليهود وبالنصارى وبالكهان وبالجن ومن خلال كل هذه المعارف كون شيء اسمه قرآن لقد كان يطلب المعونة من كل هؤلاء وأعانه عليه قوم آخرون وكل فقد جاءوا ظلما وزورا ربنا يقرر بانهم يعلمون بان سيدنا محمد ما كان له علاقه ابدا مع اي جهه. سيدنا النبي منذ ان خلقه الله تعالى كان يرعى الغدم وبعد ذلك صار يتحنث في غار حراء يطلب من الله تعالى الرحمه والمغفره والرضوان الى ان الهمه الله تعالى بالوحي واكرمه. ثم بعد ذلك صار في مكه مع اهله وكان يسمى بالصادق الامين. ما كان له علاقة لا مع مفكرين ولا فلاسفة ولا شعراء ولا أدباء ما عنده روافد علمية ما عنده منافذ للمعرفة بل معرفة فقط وحي من السماء وهم يعلمون ذلك لكنها هذه تسمى حرب الإشاعات فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أساطير الأولين اخذ العلوم من الاخرين وكانوا يملونها عليه وينمقها ويصففها كل هذا ربنا عز وجل يفنده فماذا قال قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما بمعنى ان القران انما انزله من انزله رب العالمين عن طريق جبريل عليه السلام وهو الذي يعلم اسرار كلها في الارض وفي السماء ثم قال انه كان غفورا رحيما العلماء وقفوا عند هذه الايه رغم ان مشركي قريش كانوا على ضلال وكانوا يتعنتون ويعذبون المسلمين ويحتقرونهم ويعلن الحرب على الاسلام ومع كل هذا ربنا ماذا قال انه كان غفورا رحيما الله غفور الله رحيم رغم كل هذا يفتح لهم باب التوبه، باب الرحمه لكي يعودوا الى رشدهم الى فطرتهم السليمه. واذا تتبعنا الايات التي فيها الرحمه والمغفره في القران ادهشنا اسلوب القران. وعلمنا بان الله سبحانه وتعالى من ابرز صفاته انه رحمن رحيم غفور كريم. فقط ان الانسان ينتبه ويعود الى رشده فيجد الله تعالى غفورا رحيما مع كل هذا رفضوا وتعنتوا وبداوا يطعنون في شخصيه النبي الكريم سيدنا النبي كان فيه الحياء وبداوا راوه في الاسواق يتجول معهم وقت الطعام سيدنا النبي يبحث عن طعامه واذا جاء وقت العمل سيدنا النبي كان يخرج مبكر الى السوق ليعمل يبيع ويشتري كان يرعى الغنم وصار تاجرا فتعجبوا قالوا هذا الرجل بالامس كان معنا على الملا يتحدث عن الدين وعن العقيده وفي الصباح الباكر خرج مبكرا الى السوق يبيع ويشتري ويحمل الاثقال ويرد النقود الى اصحابها كيف هذا النبي انه بشر وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هل يعقل أن هذا النبي يبيع ويشتري؟ هذا فيه دليل أعظم على صدق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تصوروا لو أن الله بعث النبي عبارة عن ملك ملك الناس اكيد سوف يرفضونه يقولون طبيعته ملائكيه ونحن طبيعه بشريه كيف نقتدي به ويكون عذرهم مقبول لكن الله تعالى بعث نبيا من جنس البشر وعاش معهم ردحا من الزمن وعلموا علموا بانه صادق وامين فلماذا يكذبونه إذن فربنا اقام الدليل ثم هذه الايه في يدي الاخر على الكسب لان اهل الدين واهل الدعوه ليسوا عاطلين لن نتصور ان رجل يدعو الى الله فقيه وعالم وعاطل عن العمل وينتظر المساعده وينتظر الاحسان من الخلق ابدا من صفات اهل الدين والفقهاء والمحدثين والعلماء والدعاة اكثر الناس حبا في العمل يستيقظ مبكرا يذهب يبحث عن رزقه حيثما وضعه رب العالمين اما ان يجلس في بيته وينتظر حتى هو عنده جريمة حتى عنده واحد المساعدات تأتي من هنا وهنا لن يكون مستقلا في رأيه ولا في حكمه ممكن إذا أمروه أن يأتمر وإذا نهوه أن ينتهي أما المؤمن الصالح فإنه يعمل بعرق جبينه ويعتمد على ربه فهم قالوا هذا الرسول يأكل الطعام وماذا سيأكل لو كان ملك لن يأكل ويمشي في الأسواق سيدنا النبي كان طبيعيا وكان كان اجتماعيا كان يذهب مع الناس في الأسواق ويجلس معهم ويعيش معهم يوما بعد يوم هذه الآية تسجل صفات النبي محمد بن عبد الله أنه اجتماعي بطبعه أنه إنسان فيه طبيعة بشرية وأنه يتعامل مع الناس بكل أريحية فقالوا لو كان عنده كنز آه لو كان عنده كنز ينفق منه ربنا غني الأغني الألف الأنبياء عادة ربنا يخلقهم فقراء معظم الأنبياء فقراء إلا القلة القليلة باستثناء داود عليه السلام جمع الله له من الملك والنبوة وسليمان أيضا ابنه أعطاه الله الملك والنبوة ما عدا هؤلاء فمعظم الأنبياء كانوا فقراء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير وكان لا يجد حتى الطعام يدفئه يعيش على الأسودين التمر والماء ثم قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يقول هذا الرجل ما كيعياش سيدنا النبي لا يتعب أنه في الصباح يقوم يذهب إلى السوق يشتري البضاعة بالجملة وكيعاود يبيعها بالتقسيط وكيربح الشيء اللي قسم الله تعالى ويشتري طعاما يتقدم وكيد لأهل بيته يطبخون الطعام يستريح قليلا ثم يخرج إلى الناس ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى إلى العبادة ويدعوهم إلى الإيمان فقالوا من أين يأتي بهذه القوة ومن أين يأتي بهذا الكلام إن تتبعون إلى رجل مسحور هذا فيه سحر وكلامهم صواب لأن القرآن الكريم له تأثير عظيم كل من سمع القرآن الكريم يتغير من الداخل فكان مشرك قريش يمنعون أولادهم ونساءهم أن يسمعوا القرآن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق في التجمعات يجلس ويفتتح كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ القرآن فلما يسمعونه يبدأوا يصفقون ويصفرون ويمنعون بناتهم وأولادهم ونساءهم الاستماع مخافة أن يتأثروا بأسلوب القرآن فقالوا احذروا هذا القرآن سحر ومحمد ساحر فالعلماء قالوا من هذه الزاوية صدقوا لأن تأثير القرآن قوي إن هذا إلا سحر يوثر أي يؤثر فقال ربنا عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا إلى أن قال سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا مره ثانيه ربنا يقول تبارك في الاول ماذا قال؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم ديرا هنا اعد كلمه تبارك فقال تبارك الذي ان شاء جعلك خيرا من ذلك وقد جاء في الحديث أن سيدنا النبي محمد بن عبد الله لما كتر عليه القيل والقال بأنه فقير وبأنه يدبل الأسواق ويتزاحم مع الناس من أجل الرزق لو كان نبي حقا لا أعطاه الله تعالى كنز من عنده أو عنده جنات وعنده عنده حقول ومزارع فبعث الله إليه ملكا قال يا محمد إني مرسول الله إليك إن المشركين يؤذونك بالفقر فلو شئت يا محمد ربنا سيعطيك ما تشاء من المال اطلب لو شئت ان يجعل جبال مكه وتهامه كلها ذهب وفضه تنفق فيها كما تشاء، هل تريد يا محمد؟ ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلغ ربي ان يدخر لي ذلك للاخره انا لا اريد الدنيا الدنيا زائله وقصيره الامد بلغ ربي اني اريد أن يدخر لهذه هذا النعيم وهذه الكنوز وهذه الأموال من ذهب وفضة حتى الدار الآخرة في الخلود فنزل قول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بشره الله تعالى يا محمد كن مطمئن في الآخرة سيعطيك أكثر مما تظن سيعطيك جنات تجري من تحت الأنهار تصوروا هذا المشهد يعني واحد الفيرما وديس تحت من الوادي حنا كنشوفوا غير في ايطاليا فينيزيا المشهد ديال القصور وفيها المياه كيقول لك ما ادهش هذا المنظر العذب الجميل فما ظنك بالجنه جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورها هذه اللحظه كان سيدنا النبي والصحابه عايشين في الخيام غير خيام من ثوب وتقلعها الرياح لكن ربنا يعيده بالقصور العظيمة والش والمتسعة ثم قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا مشكلة هؤلاء المشركين والكفار أنهم يكذبون بالبعث والنشور إنهم يعتقدون بأن حياتهم هي فقط الدنيا لهذا يعيشون طولا وعرضا وينسون بأنهم غدا أو بعد غد سوف يموتون الموت لا محالة لا محالة من الموت ولكن الخطر ليس في الموت بل في البعث والنشور وقيام الساعه. ولكن هؤلاء كذبوا بالساعه. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. يعني المصير لمن صدق بالساعه الجنه والقصور والنعيم. لكن من كذب بها اعتدنا له سعيرا. السعير ربنا هنا سوف يقدم لنا ورقه تعريفيه عن السعير. ما هي السعير؟ لاحظوا ايها الاحباب الكرام في هذه الايات كل مقطع هو عباره عن ورقه تعريفيه لقضيه معينه في الدين هنا سيعطينا بعد ان تحدث عن عن عقيده التوحيد وعن الذات الالهيه واعطانا ورقه تعريفيه عن صدق الرساله المحمديه سوف يعطينا الان ورقه تعريفيه عن السعير، ما هي السعير؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لنا تغيضا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا نسأل الله السلامة والعافية هذا وصف خطير للسعير مرة تسمى جهنم مرة تسمى النار مرة تسمى عذاب الله ومرة يسميها السعير السعير بمعنى أن سعرت أنها تتأجج إذا رأتهم من مكان بعيد سئل النبي الكريم يا رسول الله وهل النار ترى إذا رأتهم هل هذا أسلوب مزاجي من المزاج أم أنه حقيقة فقال النبي الكريم إن الله تعالى يركب للنار عينان يركب لها عينان فتنظر من بعيد وتعلم أصحابها وتشتاق إليهم وتلتهمهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا لما تراهم تزداد في الاشتعال وتزداد في التغيض غاضبة تقول أنتم الذين كنتم في الدنيا تحاربون الدين وتحاربون القرآن وتكذبون محمد بن عبد الله أنتم وتغضب جهنم عندها شخصية قوية لها سمع ولها بصر ولها نفسية سمعوا لها تغيضا وزفيرا الزفير لاحظوا الفرس لما يقوم بالزفير ربما قد نشعر بالخوف لما نرى فرس ديال ديال السباق يقوم بالزفير صوت مرعب فما ظنك بنار جهنم وهي اعظم مما تتصور اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا الله يسترنا يا رب قال لك ان جهنم هي كبيره لكن فيها مكان أمكنة ضيقة يعني أن السجن ضيق نحلم بأن السجناء كان هناك السجن العريض السجن اللي في التبرع وكان السجن الفردي خطير السجن الفردي اللي بغوا في السجناء كيدخلوا سجن فردي ما فيه لا سمع ولا ولا ضوء ولا مع من يتكلم حتى يصاب بالجنون معلوم ان السجن اللي هو متسع كدر فيه 10 20 وكان المسلمون الاوغور قبل شهور في الصين عندهم اكبر سجن عالمي في عشرة ملايين اكبر سجن في تاريخ البشرية وضعه الصينيون للمسلمين الاوغور لماذا لانهم قالوا لا اله الا الله ولانهم يصدقون بالدين وقالوا كيف بكم في ارض التنين الاحمر تؤمنون باله وباساطير الاولين فعدبوهم عذبا شديدا بالمقابل هناك السجن الفردي الضيق جدا من ارادوا ان يعذبوه له سجنا مثل القبر ربنا يقول هكذا واذا القوا منها مكانا ضيقا هناك غرف في في في, في, في النار والعياذ بالله وهناك اماكن ضيقه جدا مقرنين معنى مقرنين انهم يضع لهم الاغلال ويضع لهم السلاسل مكتفين والسلاسل كما جاء في الروايه الحديثيه في العنق والأفهاض يعني ان مزير من عنقه والفخذ دياله ثم دوك السلاسل مربوطين بعضياتهم هذا مربوط مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا اخطر مما يمكن ان تتخيل فربنا اسمه المنتقم كل من عذب الناس وعذب الضعفاء انظروا فقط ما صنعه الصينيون بالمسلمين الاوغور منذ اربع او خمسه شهور غضب الله تعالى فيروس كورونا خلخل النظام العالمي هذا معنى ان الله تعالى كما ان اسمه الرحيم اللطيف بالعباد اسمه المنتقم فعلينا ان نحضر واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا جاء في الاحاديث ان ابليس اول من يدخل النار وسيدنا محمد ابن عبد الله اول من يدخل الجنه وقيل بان الذي سوف يسبق سيدنا محمد هو بلال الحبشي سيدنا بلال سيسبق سيدنا النبي محمد قالوا كيف يسبقه وهو نبي وبلال صحابي وكان أسود اللون وكان مؤدن الرسول كيف يسبقه قالوا سوف يسبقه كما يسبق الحاجب الملك فنحن نعلم بأن الملك السلطان إذا أراد أن يدخل إلى أي مكان يسبقه الحاجب فيقول الله يبارك في الناس كلهم يستعدون لقائه هكذا يقع ولله المثل الأعلى فسيدنا بلال هو سوف يسبق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما يسبق الحاجب الملك أما في النار فأول الداخلين إبليس ثم ذريته وإبليس لم يعد له أي كلام انتهى كلامه وانتهى الحوار معه كان ربك يعطيه قيمة كي معه قال أنا خلقتني من نار وخلق من طين قال وقيل وقال القرآن الكريم مليء بالحوارات ربنا يعطينا درس في الديمقراطية أنه لم يلغيه قال تكلم خذ حريتك تكلم لكن هنا في الدار الأخيرة انتهت سلسلة الديمقراطية إبليس لم يعد له أي كلام وأي حوار وأي دفاع عنده كلمة واحدة فقط يقولها ما يقول يدعو ثبورا دعوا هنالك ثبورا يقول وثبوراه وثبوراه الثبور هو الويل والهلاك الويل والهلاك وثبراه وثبراه فتاتي ذريته ويقولون وثبوراه وثبوراه يلطمون ايديهم يلطمون الخدود بايديهم وعلى صدورهم ويقولون وثبوراه هلكنا واهلكنا وينتظر رحمه الله فيطل عليهم الرحمن ويقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا غير بقوا تقولوا ثبور لأنكم ستبقون هنا خالدين طبورا كثيرا كثيرا فربنا يخوفنا هذا كله تخويف حتى لا نقع في هذا الذي وقعوا فيه إلى أن قال ربنا عز وجل دائما يختم الكريم الرحيم الودود اللطيف يختم بأن يفتح لنا باب الرحمة على مصراعيها وكأنه يخاطب مشرك قريش ويخاطب كل قارئ القرآن فيقول قل يا محمد قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا من الأفضل هل هذه النار التي فيها سعير وتغيض وزفير وفيها مكان ضيق مقرنين بالأصفاد وفيها ثبور أم جنة الخلد جنة عظيمة ممتدة جنة ما فيها لغوب ما فيها حزن ولا جوع ولا شقاء جنة فيها النعيم الخالد فيها الحور العين فيها الأنهار فيها الماء الغير الآسن وفيها الأنهار من اللبن الذي لم يتغير طعمه وفيها الأنهار من العسل المصفى بل فيها أنهار الخمر التي يلد للشاربين فيها كل شيء طعام وشراب وصحة وعافية من الأفضل هل هذه الدار أم تلك أيها العقلاء حددوا مقامكم حددوا مصيركم أنتم بأنفسكم قل أذلكم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وعد كلمة وعد كأن وعد بالبيع وعد بالبيع ربنا قد وعدنا هل سوف يصدق سبحانه في كلامه فقال الجواب لنا قالوا سيصدق أم لا فقال كانت لهم جزاء ومصيرا جزاء ربي سوف يعطيك كجزاء على عملك ومصيرك الخالد لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا فيها الخلود الابدي فيها النعيم الابدي وكان على ربك وعدا مسؤولا يعني لكم حق ان تسالوا ربكم يا ربنا الم تعنا بالجنه بعد الموت يا ربنا الم تعن بان هناك جنه الخلد وان فيها ما نشاء وما تشتهي الانفس وتلد الاعين يا ربنا اليس الم تعنا بكل هذا فياتي الجواب الالهي كان على ربك وعدا مسؤولا لك الحق أن تسأل ربك وربنا عز وجل إذا عهد وفى وإذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة اليقين وأن يختم لنا ولكم بالحسنى وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم وأن يحفظنا وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا وكل من لحق علينا نسأل الله أن يحفظنا من عذاب السعير ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى قولوا جميعا آمين 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 يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله